حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بسرقة هيفاء وهبي. النصب على هيفاء وهبي تجد حبس وكيل أعمالها السابق 15 يوماً. حبس محمد وزير 4 أيام في قضية سرقة أموال هيفاء وهبي، والأخيرة الحمد لله. أول تعليق للفنانة هيفاء وهبي بعد القبض على مدير أعمالها السابق: قرار عاجل من النيابة العامة بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب هيفاء وهبي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الفنانة هيفاء وهبي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. حبس محمد وزير 4 أيام في قضية سرقة أموال هيفاء وهبي، والأخيرة الحمد لله. قررت نيابة قسم ثاني الشيخ زايد بحبس محمد وزير مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية النصب وسرقة أموال خاصة بهيفاء، وحضر مع وزير محاميه سهاد إمام، بينما حضر ياسر قنطوش بالنيابة عن هيفاء وهبي. وجاء أول تعليق من هيفاء وهبي على الخبر من خلال خاصية الستوري عبر حسابه بموقع الانستغرام، حيث كتبت: الحمد لله، يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصول هيفاء على كامل مستحقاتها المادية عن آخر أفلامها أشباح أوروبا، والذي يقدر ب5.5 مليون من المنتج ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بعد جلسة مع نقيب المهنة التمثيلية أشرف زكي. وكانت هيفاء وهبي قد تقدمت مؤخرا بدعوى قضائية ضد محمد وزيري تتهم فيها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه دون وجه حق. قرار عاجل من النيابة العامة بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي. جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس محمد وزير مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق. وكانت أجهزة الأمن ضبطت وزيري الملحن ومدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بتهمة النصب بعد عدة شكاوي قضائية قدمتها هيفاء وهبي ضده عن طريق محاميها تتهمه بالنصب وسرقة الأموال. وقررت نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ورود تحريات أجهزة الأمن التي أكدت صحة الواقعة، وأن المتهم بموجب توكيل عام يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة للفنانة اللبنانية لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات واستولى على أموالها. وجدد قاضي المعارضات فترة الحبس الاحتياطي ل15 يوما. أول تعليق للفنانة هيفاء وهبي بعد القبض على مدير أعمالها السابق: في أول تعليق لها بعد احتجاز محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي 24 ساعة على ذمة التحريات في اتهامه بالنصب، نشرت النجمة اللبنانية عبر ستوري حسابها بموقع انستغرام قائلة: الحمد لله، وتطورت الأزمة بعد عودة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى العاصمة بيروت عقب زيارة استغرقت عدة أيام إلى القاهرة في ظل تصاعد الخلاف بينهما وبين مدير أعماله السابق محمد وزيري، بعدما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال الميديا عقب اعلانه الزواج منها. ونشب خلاف بين هيفاء ووزيري بعدما صرح سهاد امام محامي محمد وزيري مدير اعمال النجمة اللبنانية انها حصلت على اجر 1 مليون جنيه نظير بطولة فيلم اشباح اوروبا الذي صورته الفترة الماضية، مشيرا ان تلك الارقام مثبتة في العقود المبرمة بين شركة وزير هيفاء وهبي، لافتا الى ان الفنانة حصلت على المبلغ قبل التصوير، وان ما يقال على وقف طرح الفيلم غير صحيح، خاصة ان موكله له الحق في التصرف في الفيلم لأنه ملكه. المايو الشرعي يثير جدلا في مصر. أثار مقطع فيديو الإشكال وقع بين نزلاء إحدى قرى الساحل الشمالي في مصر بشأن نزول سيدة إلى المسبح بالمايو الشرعي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسمع في مقطع الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل رواد المسبح يقولون للسيدة إن المادة القماشية التي صنع منها المايو غير ملائمة فيما دفعته عن وجهة نظرها، مؤكدة أنها ترتدي المايو الشرعي حتى في مسبح كاليفورنيا في الولايات المتحدة، متهمة رواد المسبح بالعنصرية. كما سمعت دعوات
الصورات في مقطع الفيديو لتقبل الآخرين والاستمتاع باليوم الصيفي وبأشعة الشمس وتطور التلاسم بين رواد المسبح الذين اعتبروا أن المايو شكله وحش، ما اضطر عناصر الأمن في المسبح إلى التدخل وفض الإشكال. وتنوعت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر، حيث اعتبر أحد المغردين أن الأمر حرية شخصية، فيما أشار آخر إلى أن مناطق ساحلية أخرى في مصر ترفض ارتداء سيدات البيكيني. وسخر ناشط آخر من الجدل القائم قائلا أن مصر على وشك الدخول في حرب والمصريون يتناقشون بشأن البيكيني والبوركيني. المايو الشرعي يثير أزمة في الساحل الشمالي، تعرف على التفاصيل. كشف مصطفى حسن صاحب فيديو الخلاف بسبب المايو الشرعي في الساحل الشمالي أن زوجته هي من تعرضت للمشكلة بسبب المايو الشرعي الذي كانت ترتديه، وأضافت في مداخلة هاتفية مع العالمية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي أم سي المذاع عبر شاشة دي أم سي مساء اليوم الاثنين أن طريقة الاعتراض لم تكن لطيفة وغريبة جدا، وطلب منا الخروج من حمام السباحة بسبب المايو الشرعي الذي كانت ترتديه زوجتي، وتابع أن هذا المايو معروف في كل مكان والاعتراض جاء من المالكين لوحدات في القرية، مستدركا أنه بعدها جاء الأمن وتحدث معي بأسئلة غريبة ووجدنا اعتراضا على المايو الشرعي من قبل الجيران، وأكمل أنه إحنا في 2020 ونحارب من أجل حرية المرأة. فيما أكد علي غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه لا يوجد مانع للمايو الشرعي ومسموح به وغير مخالف، مشيرا إلى أن المايو الشرعي مسموح به في جميع القرى والفنادق، وتابع أن هناك إجراء حاسما في حال الاعتراض على هذا الكلام ولا بد من تقديم شكاوى لغرف الفنادق لكي نتخذ إجراء وقائيا قويا جدا. خناقة في حمام سباحة بين أصحاب المايو الشرعي وأنصار البيكيني. تسبب مايو شرعي في حدوث أزمة داخل حمام سباحة بقرية سياحية، وارتدت إحدى سيدات المايو الشرعي ما أثار جدلا كبيرا بين أنصار البيكيني، حيث وصفوه بأنه شكل وحش في نظر البعض، ويراه البعض الآخر أنه غير ملائم للنزول في تلك الأماكن لأن أغلب المتواجدات يرتدن بيكيني أو مايو وان بيس. ونشر مصطفى حسن زوج السيدة صاحبة المايو الشرعي القصة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، وقال مصطفى: حصل لمراتي وأنا في حمام السباحة، لقيت سكان جايين يقول لها وإحنا في المية ما ينفعش تنزلي باللبس ده أو بالمايو ده. قالت لي بكل استغراب وخوف كما لو كانت عملت حاجة غلط، واحدة عندها شاليه زيها زي اي حد، ويجي ناس يقولوا لها اخرجي عشان انت لابسة مايو شرعي ومدي عيوننا بيه، هنا كله لابس بيكيني. واضاف: احب اقولك انه في بنات وشباب زي الوردة وكلهم واحد كانوا بيدافعوا عن مراتي وبيقولوا للناس دي انتوا مرضى. وتابع مصطفى: انا شايف اللي حصل ده عنصرية زيهم زي اللي بيقولوا اللي لابسة لبس قصير ما تلبسيش، واكيد دول اللي برضو عندهم عنصرية اللون والدين، ياريت كل واحد يبقى في حاله، احنا في 2020 يا ناس كفاية جهل. عشان بداية عنينا أزمة كبيرة بسبب مايو شرعي في الساحل. يبدو أن أزمات المايو الشرعي ستكون هي حديث السوشيال ميديا خلال الأيام القادمة، ففي إحدى قرى الساحل الشمالي وقعت أزمة بين نزلاء الشاليهات اعتراضا من البعض على نزول امرأة من إحدى الملاك لحمام السباحة بالمايو الشرعي، تسببت في وصول الخلاف إلى الأمن بزعم أن المايو الشرعي شكله وحش. أزمة كبيرة يفجرها مايو شرعي تصل للأمن والمبرر شكل مضايق الموجودين. أزمة كبيرة شهدتها إحدى قرى الساحل الشمالي مؤخرا بسبب مايو شرعي ارتدته إحدى السيدات التي أثرت استغراب أغلب المتواجدين بحجة أن شكله وحش في نظر البعض، في حين راه آخرون غير ملائم للنزول بحجة أن المتواجدات أغلبهن يرتدن بيكين أو مايو وان بيس، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن بناء على اعتراض كثيرين ليسأل صاحبة المايو الشرعي وزوجها عما إذا كانوا مستأجرين أم يملكون شاليه في القرية. القصة رواها مصطفى حسن من خلال حسابه على موقع فيسبوك، حيث نشر فيديو تخطت مدته 10 دقائق وعرض القصة كاملة، حيث بدأ الخلاف باعتراض البعض وسؤالهم للزوجة التي نزلت حمام السباحة عما إذا كانت تسكن في القرية أم لا، لترد عليها هي وزوجها بأنهما يعيشون في القرية وبالتالي يحق لهم النزول كما تشاء وليس من حق أحد الاعتراض عليها. مصطفى حسن علق على الفيديو بكتابة: طبعا الناس اللي عارفاني عارفة إني مش بتكلم أو بعلق كتير على حاجة، بس حصلت معي النهاردة مشكلة أنا شايف إني ما ينفعش نسكت عليها عشان دي هتكون مثال لنا ولإخواتنا وزوجاتنا ولأجيال ورانا كتير، ولازم الناس دي تتغير ويكون لها عقاب زي ما ابتدينا نتغير ونغير عقول ناس كتير ومرضى كتير في مجتمعنا. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل سيتم حبس هيفاء وهبي؟
لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.